أنا أقول لأستاذتي زينب وأبي أن لهم أنا أحبهما كثيرا. والله الدمعة هذه ما تروحش هكذا. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم طالبة شاب الجنة الصحراوي، أبلغ من العمر 8 سنوات، أقرأ برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق من بلدية حما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. فَأَمَّا الَّذِينَ فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاء عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. أنا القرآن يسري في شراييني. أنا أحبهما كثيرا. أنا نار لكل حيراني. لطاف في تعاملهم كمثل الورد صنواني. تعالت في الدنا أيدي لهم زرع بأوطاني. لهم غرس بفردوس رعاه المنعم الكريم.
الحاني رعاه